حب النبي على الإنسان مفترض، وحب أصحابه وهو حب أهل بيته نور ببرهان. من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان ولا أبا حفص الفارق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا سبطي من نعم فتى أوصى بالله في سر وإعلان، فهم صحابة خير خلق خصهم رب العباد، رب العباد بجنات ورضوان، فمن أحبهم قد نال منزلة يهدى الإله وجازاه بإنساني. وما داعي الحق فينا يا قلبي.
يحبكم.